اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه الجديده من برنامج في المنتصف من القناه التاسعه. كالعاده نبدا من فلسطين، ففي اليوم 237 من الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه وصل الاحتلال مجازره في مناطق عده وكثف غاراته على رفح بالتزامن مع تصعيد حمله اقتحاماته عده مدن بالضفه الغربيه من بينها نابلس وطول كرم والخليل ورام الله، وتأكيده مقتل جنديين في عملية الدعس عند حاجز عورتا شرقي نابلس. في المقابل أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس أنها استهدفت آليات إسرائيلية وقصفت قوة راجلة وأوقعت جنودها بين قتيل وجريح في عدة محاور في رفح جنوبي قطاع غزة. وقد اعترفت إسرائيل صباح اليوم الخميس بمقتل 3 من جنودها في معارك شمال وجنوب قطاع غزة أمس. من جهتها أكدت وزارة الصحة بالقطاع المحاصر ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 36,171 شهيدا و 81,420 مصابا منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. حول هذا الموضوع وحول مستجدات الوضع داخليا في فلسطين ودوليا في التعامل مع قضية رفح، الآن يسعدني أن أرحب بضيفي الدكتور ربحي حلوم رئيس لجنة العلاقات الدولية للمؤتمر الشعبي للفلسطيني الخارج. دكتور ربحي، بداية سلام الله عليك، أهلا وسهلا بك وأسعد الله مساءك. أهلا بك، أهلا بك لكم والمشاهدين. دكتور ربحي، بداية أهلا بك، دعنا نبدأ من الوضع الخارجي. إذا ما نتحدث عن أمريكا بالأمس واليوم يخرج كثير أو تخرج كثير من التصريحات بأن إسرائيل لم تتجاوز الخطوط الحمراء حتى الآن، كيف تعلق على هذا؟ أخي، ماذا من عدو مجرم وحشي كهذا العدو غير المسبوق في التاريخ؟ أتوقع أن يعلن غير ذلك، أتوقع أن يعلن إلا ما يتوافق مع جرائمه ووحشيته ومخططاته. وبالتالي ما صدر عن الصهاينة هو تعبير واضح ويعني إعادة عرض صريح لهذه الجرائم الوحشية المستمرة منذ أكتوبر العام الماضي وحتى الآن. علينا أن ندرك أننا أمام عدو غير مسبوق في التاريخ، وأن نرقى جميعا في كل وطننا العربي إلى مستوى الأحداث. طيب، هذا ما قاله هذا العدو برأيك، ولكن هذا العدو هو المسيطر بشكل كبير على مجار الأحداث، والآن نتحدث الدعم العسكري لدولة الاحتلال، السيطرة الكاملة على النظم العربية كما يقول البعض، مما يؤدي إلى تأزيم الوضع أكثر في رفح. هل هناك محاولة ما للتعامل مع هذا القرار الأمريكي الحاسم بالوقوف التام مع دولة الاحتلال؟ بكل مرارة أقول على امتداد الأشهر الماضية التي منذ بداية العدوان في أكتوبر الماضي وحتى الآن، المواقف العربية لم ترقى حتى اللحظة إلى الحد الأدنى من المستوى المطلوب للأسف الشديد. الكل يتفرج، وكان المطلوب أن يبقى هذا الصمت ويستمر رضوخا لهذا الاحتلال ولأعداء هذه الأمة الذين يتربصون بها بالأمة وبشعوبها في كل أقطارنا العربية. ما يجري في قطاع غزة لا يستهدف غزة والغزيين وحدهم، يستهدف الأمة العربية بأسرها، يستهدف الوطن العربي كله. وبالتالي كان آن لنا جميعا، آن لكل منا مسؤولين حكومات وشعوبا، أن نرقى لمستوى المسؤولية ونتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة وصد هذا العدوان الوحشي المجرم، كل وفق في موقعه وكل وفق مكانه وزمانه. أما أن نبقى متفرجين، وهنا أنا حين أقول ذلك أقصد الأنظمة العربية مجتمعة متفرجة، عقدت اجتماعان
في أكتوبر الماضي عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب، ومنذ الأسبوع الماضي عقد مؤتمر قمة، لم يصدر عن كليهما قرار واحد في مستوى المسؤولية أن ينددوا، يستكثرون أن يعلنوا التنديد فحسب. المطلوب موقف ميداني صريح وواضح، مواجهة العدوان ميدانيا. وأنا أقول أنا لا أطالب، يعني وإن كان ذلك ضروريا، لكنني لا أطالب بأن تعلن الدول العربية استنفار جيوشها وتحريكها إلى الحدود. على الأقل أنا أطلب من هذه الأنظمة العربية أن تفتح الأبواب لمواطنيها للانضمام، الذهاب إلى قطاع غزة عبر مصر. مصر هي المحادية لقطاع غزة، ومعبر رفح كان منذ بضعة أيام الأخيرة كانت تحت الإدارة المصرية. كان يفترض أن تفتح الأبواب لكل المواطنين العرب للمشاركة في هذه المعركة عبر مصر المجاري، بلد الجوار والشقيق الكبرى لأخواتها العربيات. كان يفترض أن تفتح معبر بوابة رفح لكل من يرغب الانضمام من الوطن العربي إلى غزة للدفاع عن شرف الأمة وكرامتها. أنا آسف أن أتحدث بهذه الحدة، لكن هذا ما تقتضيه خطورة الأحداث الجارية والمخاطر التي تتهدد الأمة بأسرها.